خير لكل من التحق بنا الآن. الآن في فقرة الجبهة الاجتماعية سنسلط الضوء على قرار تنسيقية الأطباء المقيمين مواصلة إضرابهم بعد فشل المفاوضات أو عشر اجتماع ليجمعهم مع وزير الصحة مختار حزب اللاوي. للمزيد من التفاصيل معنا على المباشر ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين محمد طيلب. صباح الخير سيد طيلب. ألو سيد طيلب، هل أنت في الاستماع؟ ألوية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشاط صباح ربي ما شاء الله عليك. هل هذا النشاط مرد إلى قرار مختلف تنسيقية العاصمة وهران تيزي وز والولايات الأخرى بمواصلة الإضراب بعد ما قلت أنه ما الوعود أو المقترحات اللي قدمها وزير الصحة لم تكن في المستوى التطلعات تاعكم؟ نعم، هذا قرار وطني لمواصلة الإضراب، وخاصة أعرب الأطباء المقيمين عن عدم رضاهم بهذه المقترحات. بخصوص المقترحات التي رفضها الأطباء المقيمين، من بينها تقليص مدة الخدمة الجنوبية الخدمة المدنية عفوا في الولايات الجنوبية فقط، والبقاء على الخدمة العسكرية، يعني لو نفصل أكثر في هذه النقطتين. يعني هي كاين عديد من النقاط، خاصة فيما يخص مثلا القانون الأساسي. احنا تكلمنا وعطانا الوزير على تعديل القانون الأساسي، لكن في التقرير هو مكتوب شيء آخر على أنهم رايحين، ماشي رايحين يقوموا بتعديل القانون الأساسي، راح يكون فيه شيء تغيير طفيف فقط، يعني هذا شيء تغير في التقرير. أيضا تكلمنا على كان مشكل مع الأطباء الصيادلة والبيولوجيين اللي طالبوا بفتح مخابر قوبلوا بالرفض. أيضا تكون هناك مشكل مع ال 29 تخصص، 29 تخصص هادو غير معنيين بالخدمة المدنية وليس لهم مناصب شغل. يعني هاد 29 تخصص داخل الوزارة وأعطانا السيد الوزير على رد إيجابي فيما يخص التعهد عام من قبل على أنه صح يكون عندهم مناصب شغل، لكن في التقرير الأخير غاب هذا الوعد. يعني وأيضا والشيء الملاحظ أنه التقرير غير موقع من الوزير. أيضا فيما يخص الخدمة العسكرية، نحن يعني كان فيه محاوله من ايجابيه من الوزاره على انهم راح ينحوا عام من المده بالنسبه للناس اللي قاموا بالخدمه العسكريه. المشكل هو راس القيم، يعني الناس اللي قامت بالخدمه العسكريه من قبل ما تكمل الدراسه تاعها هو نسبه ضئيله جدا، يعني ما لا تمثل اقل شيء اكثر شيء 1%. يعني فيما يخص الخدمه المدنيه قال لك تقليص مده، يعني المده نفسها اقصاها 4 سنوات ولا تزال اقصاها 4 سنوات الى حد الان. نعم. فيما يخص المساكن، المسكن منذ 1984 هو حق مضمون وحبر على ورق وفقط، لكن كي نصطدم بالواقع نجد على انه غير موجود، وكنا نريد ضمانات منحه سكن او وضمانات عن طريق قوانين لضمان تواجد السكن، وايضا لتواجد الوسائل، يعني لازم الطبيب لازم الوسائل لكي يعمل في ظروف جيده. لا توجد الى يومنا هذا القوانين التي تجبر المسؤولين على توفيرها. فيما يخص نعم. التجمع العائلي، فيما يخص التجمع العائلي هو حق مضمون لكل موظف، يعني تم تحديد هذا الحق على غرار على عكس جميع الموظفين الجزائريين، حيث حدد فقط على الناس الموظفين في الصحة وفقط. يعني كان هناك أيضا مشكل الكونجي دو ماتيرنيتي، حق في الكونجي دو عطلة الأمومة، قال لك للطبيبة حق على عطلة الأمومة واحد وفقط في خلال طور دراستها. يعني كان قال لك بلي راح يكون عندكم الحق في النقابه، لكن عطاونا قانون اللي هو 90 14
الارتيكل 42 الماده 42 من القانون 9014 هو نفسه الماده نتاع التنسيقيه، يعني هذا ليس حق في النقابه. كان نعم. هناك سيدة محمد طيلب في البيداغوجيه والامتحانات وفي نعم. في التعليم، يعني هنا وزاره نعم. التعليم محمد طيلب غابت تماما نعم محمد في وزاره الدفاع ولم تقدم حلول لمشاكلنا نعم. يعني كاين العديد من النقاط اكيد يعني هي نقاط متعدده ربما الوقت محمد طيلب احنا سبورتا الاطباء المقيمين قرروا مواصله النظام نعم محمد طيلب هي مطالب كثيره يعني لكن اليوم بعد قرار مواصله الاضراب هل هناك نيه اخرى لاعاده الاجتماع مجددا بوزير الصحه وهل يعني الإضراب سيكون مفتوح خصوصا وأنه نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين كانوا قد أقروا في جمعية عامة أنه هذه السنة ستكون سنة بيضاء حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة بينكم وبين الوزير؟ يعني إحنا حقيقة إعلان عن سنة بيضاء لا يخيفنا، لقد قام الأطباء المقيمين بالتصويت غالبية ساحقة على موافقتهم على السنة البيضاء. ثانيا فيما يخص أبواب الحوار، أبواب الحوار مفتوحة ونحن عازمون على تقديم نمد ان دوكيمون فيه المطالب الأطباء المقيمين واقتراحاتهم ونعاود نمدوها للوزارة وان شاء الله ماذا بينا نلقاو حلول في اقرب الاوقات عاجلا ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا محمد طيلب ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين كنت معنا على المباشر. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينغ الرياضة بعد الفاصل.